السائحون، والسائحون ذكر لها أهل العلم أكثر من معنى، فقالوا السائحون هم الصائمون، وهذا هو المشهور أن السائحين هم الصائمون، وقال آخرون بل السائحون هم الذين يسيحون في الأرض يطلبون العلم أو يدعون إلى الله تبارك وتعالى، وقال آخرون السائحون هم الذين يجاهدون في سبيل الله، يخرجون إلى ديار الله تبارك وتعالى يجاهدون بألسنتهم وأقلامهم وكتاباتهم وغير ذلك. وأصل السياحة هي سياحة الماء، وهو إذا انسكب الماء ثم لم يكن له مجرى يخص فيسيح في الأرض ينتشر، فهكذا هم السائحون، إما طلاب العلم وإما الصائمون وإما المتفكرون ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، يتفكرون في حبهم لله تبارك وتعالى وشوقهم إليه جل وعلا، سائحون بأفكارهم. وذكر بعض أهل العلم ذكر عن بعض أهل العلم أنه قام يصلي من الليل، فجاء إلى القدح الذي فيه الماء ليتوضأ ليغرف فيه، فأمسك القدح كما يقوم من أذنه للعروة، عروة القدح، فلما أمسكها حتى يغرف بها الماء ويتوضأ أمسك بالقدح ثم ظل في مكانه، وظل ممسكا بالقدح إلى أن أذن عليه الفجر، لا صلى الليل ولا شيء. فلما قيل له ما لك ظللت ممسكا، قال أمسكت بالقدح من أذنه فتذكرت قول الله تبارك وتعالى إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم، فبدأت أتفكر في الآية وأقول كيف النجاة، كيف النجاة من أن يقع هذا الأمر. هذه سياحة، تدبر، تفكر بآيات الله تبارك وتعالى شغله عن قيام الليل، وهو خير عظيم الذي كان فيه، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا. فهذه كلها تدخل في السياحة في الأرض، وليست السياحة الحين اللي يسميها الناس، هذه في اللغة يروح يتمشى يكرهه أهل العلم، هذه التمشي وكذا، وهذه المسلم المفروض يكون وقته أثمن من ذلك. لكن على كل حال الممدوحون هنا السائحون، المشهور أنهم الصائمون، وقيل طلاب العلم، وقيل الذين يتفكرون في خلق الله تبارك وتعالى، كل هذا داخلون في السياحة. وفي الحديث إن لله ملائكة سياحين يبلغون عن أمة السلام، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم.